الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مقطع هنا يا جماعة، يعني مدموج من ثلاثة مقاطع صغيرة كلها ثواني، اللي هو في الصوفية وطريقة ذكرهم المزعوم والذي يزعمون أنه ذكر لله سبحانه وتعالى، وذكر للرافضة الشيعة وكذلك للإباضية. أنا دائرة قاري لك بيناتهم ونعلق تعليق خفيف من الكتاب والسنة. الأوائل ديل الصوفية والتواني ديل الشيعة الرافضة، شوف بيحبوا ماشي لهم لضريح لقبر، بيحبوا زي العقارب. والأواخر ديل الإباضية، وده ذكر للثلاثة ديل الشيعة وصوفية إباضية، دي أذكارهم وتعبدهم لله حسب ما يزعموا بهذه الطرق وهذه الصور. أولا، ذكر الله سبحانه وتعالى عبادة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من أنواع العبادات، وجميع هذه العبادات إنما شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا يجوز فيها الاختراع أو الابتداع من جديد. يعني ما بجوز أنت تعمل عبادة من راسك تنجره كده وتقول ده توصلني لله، لأنه ما في طريق بيوصلك لله إلا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني، يعني ما أطاعني، من عصاني دخل النار. ده الموضوع واضح جدا، يعني أي عبادة ما سواها الرسول عليه الصلاة والسلام دي بتوديك النار، وأي عبادة عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعملتها طاعة لله سبحانه وتعالى ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام بتوديك الجنة. عشان كده ربنا حتى الناس اللي بيقولوا بنحب النبي، أنه لو سألنا الشيعة ديل أو الرافض أو الصوفية أو الإباضية في الهوس وقلة الأدب اللي بيسووها دي شنو؟ يقول لك والله بنحب النبي. أنتم ما بتحبوا النبي، أنا ما بحب النبي. كيف حب النبي عليه الصلاة والسلام وحب الله سبحانه وتعالى؟ إنما باتباع الرسول. ربنا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالشي شفتوا ده ما عنده أي علاقة بالدين ولا بالعبادة ولا بحب الرسول عليه الصلاة والسلام. ناس ماشيين زي العقارب وماشيين لقبة لضريح بتاع خميني ولا بتاع أي طاغوت من طواغيت هؤلاء، أو حتى لو قبة رجل صالح، حتى لو ما قبة طاغوت، قبة الصحابي عديل مثلا، ما بيجوز الكلام ده.
إنك تمشي تتبرك بالقباب وماشي حابلاحة بيان، ده ما بيجوز أبدا. وبناء القباب ده أصلا من أعظم وسائل الشرك في الأمة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى، ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. واللعن هنا ما لليهود والنصارى بس، لأن اللعن ترتب على فعل وعلى وصف معين، فالبيفعل الفعل ده بيكون ملعون زي منا يا جماعة اليهود والنصارى. يعني الأمر ما خاص باليهود والنصارى اللعن بهم بس، لا، زي ما بقولوا صوفية لا. وإلا ليه قالوا الرسول للمسلمين؟ لو كان خاص بيديك وانتهى، ليه قالوا للمسلمين؟ عشان يحذر المسلمين. يبقى اللعن ده قد ينتقل إلى بعض هذه الأمة إذا فعلوا فعل اليهود يا جماعة والنصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك، قال لتتبعن السنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. قالوا آل يهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، يعني منو غيرهم هتتابعوهم شبر بشبر قزة حذو القزة بالقزة. فده ده الحاصل يا جماعة، فده ما عنده علاقة بالذكر ولا المديح اللي بيسووه الصوفية ده أو شغل الإباضية أو شغل الشيعة ده، والله ما عنده أي علاقة بفعل الصحابة. يا أخي الذكر ده ممكن تقوله في نفسك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، وريني ده فيه رقيص، ده فيه رقيص، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن نوح عليه السلام قال لابنه وأمرك باثنتين، بلا إله إلا الله وسبحان الله بحمده، وحكى له فضل لا إله إلا الله وحكى له فضل سبحان الله بحمده، وقال فإنها تسبح الخلائق وبها يرزق الخلق. دي الأذكار وغيرها من أستغفر الله وأتوب إليه أو سيد الاستغفار أو تكبر أو تحمد أو غيره، ده الذكر. لكن الرقيص ده ما عنده علاقة بالذكر، ده قلة أدب وبدع وفيها شركيات وفيها كفريات كما شاهدنا الآن. فالثلاثة طوائف دي الصوفية والإباضية والشيعة الرافضة ما على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.